شنو الخطة البديل؟ بعد الكلام مع سياسة وما سياسة نجي زين، لكن ما نترك. لا شنو؟ اشتغل سياسة. نعم. اليوم الشيعة يكون موقف يدافعون عن أنفسهم ومستقبلهم ومذهبهم وديانتهم. تمام. يقولون كنا نخليهم 1%، مسعود البرزاني احتضن السنة وصار نجحهم حتى يضربون الشيعة. اتفقوا على أن يخترقون الواقع الشيعي، يأخذوا مقتدى ويضربوا الآخرين. هذا كله مخطط. مقتدى الصدر يصير يحكم، إذا حكم شي يخليه. هسه هو الآن مو حاكم، وهذول الوزراء أجيبهم إدانهم، وهذا وزير المالية أسوي له. شو الهجي؟ والقتال. لكن مقتدى الصدر الآن تيار الصدر كله، أنا خبيرني. أنا قاتلتهم بالبصرة وكربلاء وبغداد. ذاك الوقت اللي كانوا وهم جبناء. والله ما عندي طيارة واحدة بالبصرة من رحت. طيارة واحدة للكابتن مسلحة ما ولا أسلحتنا موجودة. أصلاً الشرطة كل اثنين بندقية. وكسرناهم وهزمناهم، وذاك الوقت الإيرانيين قاموا يدعمونهم بصواريخ ذكية. أكو صواريخ ذكية اسمها أرش الميثاق. صحيح. يعطوهم إياه ويضربونه بها. أنتم الإيرانيين ليش؟ ما بيكم واحد يفكر ويقدر هو هذا مقتدى الصدر يصير حسن نصر الله؟ لازم يصير حسن نصر. ما يصير. هو هذا يصير؟ هذا الجاهل الذي لا يملك شيء. وكسرناه. هسه صارت قبل أيام سمعت بأبي العمارة. قتلوا وسام من جماعة العصائر. رحمة الله عليه. وحسام. ردوا عليهم. أخو وسام. ردوا عليهم العصائر. نعم. قتلوا من عندهم. هم ردوا قتلوا. العصائر ضربوهم 3-4 قتلوهم. صارت فتنة إلا شوية. مقتدى الصدر لأول مرة يقول نحن من أب واحد. سوي تغريدة عن العصائر. من أب واحد. محمد الصدر. يعني قتل منهم. ها؟ جبن بال على هدومه وجماعة الشلة بحدود الإيرانيين. لأنه قتلوهم 3-4 من عندهم. نفس كلام الميرزي. قيس شلون قيس؟ قيس زين هو اللي ضربه. قصده وياك يعني. زين. قيس زين. بس انتم الاخرين يعني اخواننا ما بنفتح